مانيش داخل السين لا انا بجرب سكه جديده فبهبل في المزيكا فانت هبت منك سيكا في ماضي شيحه ركب الصعب ركن البيجو نكش الشعر 160 سنتي غالي بس اقتصادي ببيع دي اعلانات وناس ما تنفعش رقبي عصبي لعبي انا دي نكدك فشلك لا ماليش علاقه بيه رمالي بيك يا عم الله انت بتقدر نفسك ليه ليه بيستفزك هبلي الاجابه دي اجري يا ابني سيب لي سبب لي تم بدني سيمبلي بدل ما تسيب لي هبلي هيعجبالك ازاي يا ربي شيك راكب الهبل انا بي مش هفهمك انا جي فين صاحبتك انا دي شفت ازاي شيك راكب الهبل انا بي مش هفهمك انا جي فين صاحبتك انا دي هحبسكوا في اوضه واسيب لكم ميكروفون بعد الصوت بعد تخلصونا منكم هحدفكوا بطوبه تنزل لكم كده هو تحت مين البني ادم اللي قال ان انتوا فوق احيانا بجرب اسمعكم بقلي من الغسيل بتاعكم اتفرج ودرس كابتن تاجك ولا سيفي بعته المكتب الشيطاني شغلك مساعد ومثلا برضه الفان اللي بيسمعكم بعكوا في التراك اللي بعده ما انتوا جروب عشان تروح عشان كده اسمه سينا برو مفيش كل بيتو مفيش كل ريشتو تشيكن منهم بيفو مش هتقول سيمي فوق اباشا كينج كينج انت مالك انا مش هغشك انا كشك شك بلا شك شكلك بان فلو فان دام جاكي